أنا الطالبة مريم راشد بن بدر العليلي من منطقة أم القيوين التعليمية من مدرسة خولة بنت حكيم بإشراف المعلمة عائشة جمعة. فكرة المشروع هو استكشاف أماكن وجود المياه الجوفية عن طريق الأسلاك النحاسية التي تستشعر بالمجال المغناطيسي التي تصدر المياه الجوفية من الأماكن القريبة، فيتوقف الروبوت ويرسل لي إشارات عبر الهاتف عن مكان المحدد لوجود المياه الجوفية. أشكر ديوا وجانك بوت اللي أتاحتهم الفرصة لي للمشاركة في هذه المشاريع والدخول لعالم الروبوت والابتكار لخدمة هذا الوطن.